تذكروا رجل الأعمال الأردني أحمد أبو سنينة اللي طلع تقريباً من حوالي سنة وهدى الموظفين عنده طقومة ذهب؟ هذا هو للي نسي. كنت رايح بالصدفة بشتري ذهب من عند مجوهرات محمد عبد الفتاح، وأنا عم بشتري من عنده خطر ببالي ليش ما أجيب للموظفين ذهب فعلياً. ذهب. ففكرت في الموضوع وقررت أني أجيب لهم ذهب. اختاري أي مكان حط إيدك عليها من فوق الإحرام. لا بدك تقدمين شوي، يعني إذا يعني يا بتقدمي يمين شمال حرة، بس قولي لي فينش. خلاص أوكي. وين إيدك؟ وين؟ اسحبوا ارفعي انتوا اسحبوا وارجعي امسكي، حطي ايدك، ارجع حطي ايدك. وين؟ طلع شو فيه. شو فيه؟ لا هذه زي ردة فعل بعض الناس. هاي شايفه هذا الاشي؟ هذا لإلك. عن جد؟ والله لإلك. هذا كله إلي؟ كله لإلك. لا اكيد عم تمزح. واليوم أحمد طلع بمكافآت جديدة للموظفين عنده، وقرر يبعث الموظفين برحلات سياحية لفرنسا وإيطاليا وتركيا وقبرص ودبي. ومو بس هيك، أهدى موظفينه أجهزة آيفون. خلونا نشوف الفيديو. شوفوا الآن حاطط أنا في مكتبي الإشي اللي أنتوا شايفينه، حربحهم برحلات سياحية لكن بطريقة شوي مختلفة. خلينا نشوف كل واحد حظه وشو كل واحد حيربح معنا. اختار اي ورقه. اي لون اخذ؟ انا حظي خلص اول واحد حملت. يا ايش في؟ اعطيني وريني. قرب 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 قرب. شو الرقم؟ 2. رقم 2. تعال 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 احكي لك شيء. تعال تعال شوف لي شو رقم 2. ايش رقم 2؟ ايش هذا؟ هذا برج. ايش برج؟ ايش بتعرفه؟ فرنسا. برج فرنسا اسمه برج ايفل. يا برج ايفل يعني برج فرنسا. بدي اقول لك علي مبروك عليك، ربحت رحله كامله متكامله لك بباريس. الله. ما في شك انه المدير ما خسر ابدا بالهدايا اللي قدمها للموظفين عنده، بالعكس هاي الهدايا رح تحفز الموظفين ورح تخليهم يقدموا افضل شيء عندهم، وبالنهاية الشغل رح يكبر ويتطور وبتكون الشركة وصاحبها هنن الرابح الأكبر من هاي الهدايا. خلونا نشوف التعليقات اللي اجت على هذا المدير. تعليق بيقول: فعلا تحفيز عظيم، يا ريت كل أصحاب العمل ورجال الأعمال بيكون عندهم تقدير فعلي لجهود الموظفين المبذولة. إدارة ناجحة بامتياز وبوركت جهود الجميع. أما يارا عاصفة قالت: شو غليظ، ما عرف يوظفني، بكسر أنا بكسر الميزانية يعني. أما عمر فعم بيقول: ما شاء الله تبارك الله على هيك عائلة عمل، فن من فنون الإدارة الناجحة، يا حبذا لو كل مسؤول وليس مدير يحذو حذوك بالقطاعين العام والخاص، وبارك الله فيكم جميعا. أما أماني فكتبت: بتمنى من كل قلبي أصحاب العمل يتعلموا منك من أخلاقك وكيف بتقدر موظفينك، والله يزيدك من نعيمه.